ما كنت مغادي بنيه مراتك تقول لك طاحت عليا حجره، طاحت عليا نص بريكه، طاحت. احنا معرضين للخطر بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. دوينا عينه مندوب على الناس، حتى واحد ما كيتسوقنا كاع. انا كنجي في الربعات الليل الخمسة الصباح كيهود لي الحجر من هاد الدار هادي اللي تحت منها القهوه. تقولك سيرتها تموت عاد تجي، دابا حنا بغينا نشوفو ما حد باقا، يلا كتريب علينا هز عظم بعظم بعظم. وتا راه كلشي غادي يمشي، راه الحي ملي غادي يطيح هاد الدار راه الديور كلهم غادي يطيحوا. راه ماشي غير هاد الدار ولا القهوه، راه ملي غادي تهود هاد الدار غادي تهود على الديور كاملين. شو هاد الدرب كيداير متر ونص. في اي لحظه مع الشتا دابا تقدر تشب الشتا يطيح علينا شي سقاف، يطيح علينا تهود تهدم كامله في اي لحظه. وبغى يقتلونا راه حنا غادي نموتوا. حنا خويا في خطر، عندنا وليداتنا صغار، حنا كندوو مع المقدم، ندوو مع الشيخ، حتى واحد ما كيتسوق. ما كنت مغادي بنيه مراتك تقول لك طاحت عليا حجره، طاحت عليا نص بريكه، طاحت. حنا معرضين للخطر بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. خاص مسؤولين يجي يشوفوا. ها هي القهوه تاهي معرضه للخطر، شحال من واحد كيجلس. كاين اللي مسكين عنده قسله تاع العيل، كيجي من المرسى كيجي يجلس هنا باش يعود المرسى، داير الوقت البحر وداك الشيء، كيجلس تتهود عليك، تتهود عليك القهوه، واللي مسكين مخليه يتامه. والله ينصر سيدنا، بغينا مسؤولين يجيو يشوفوا هذه الحاله اللي حنا فيها، ويشوفوا فينا ويشوفوا الدار، ويشوفوا بزاف د الحوايج. راه ولينا في خطر حنا وليدات بزاف، عندنا وليداتنا كيضلوا يلعبوا هنايا، كاينين ثلاثة سنين، أربعة سنين، خمسة سنين، عامين، كل شيء. وليداتنا كيضلوا يلعبوا هنايا، ووالدينا ناس كبار تاهما كيخرجوا داخلين، تقدر تطيح لها شي حجرة، كاين العادة مرض مود من ضربة شي حجرة طيح تغيب هنايا. اش بغاو يديروا معانا؟ غيديروا معاك شي حاجة هذيك الساعة؟ تقولك سيرتها تموت عاد تجي، دابا حنا بغينا نشوفو ما حد باقا، يلا كتريب علينا هز عظم بعظم بعظم. خاصهم يجيو يديرو معانا شي حل. غتريب في أي لحظة، في أي لحظة، في أي لحظة، في أي لحظة من اللحظات تريب. في أي لحظة مع الشتا دابا تقدر تشب الشتا يطيح علينا شي سقاف، يطيح علينا تهود تهدم كاملة. في أي لحظة مشينا، ما خلينا مشينا قايد كلشي، ما خلينا. قالك خاص الناس الكبار هما اللي يجيو يشوفو هادشي. عينا ما ندوش شحال من عام وحنا كندوا، وهي دابا صابره من بين لحظه ونهار، تقدر تصب السبع شي تقدر تهود علينا. ما وهذا هو هادشي اللي كنوصلوا للمسؤولين، بالمسؤولين يشوفوا هادشي، راه حنا في خطر، حنا وليداتنا. السلام عليكم. انا من السكان ديال هاد الدرب، من السكان ديال هاد الدرب. انا كنقول بالله هاد الدار هادي راه مشكل يعني الخطوره. انا كنجي مع الربعه الصباح من الخدمه وما بديتهاش فيها، واحد النهار تهوضت عليا حجره يوميا. هاد الدار هادي راه داير لنا حاله، وزيد عاود ثاني هاد السطح هذا، هاد البلاصه هادي راه عامره زبل، وراه طلعوا الدراري شافوا كل شيء بعينيهم. اش غادي هادي تاهي شي نهار في الصيف ما كنقدرش نريح في الدار. الصيف الناموس، الحشرات، عينا ما نهضروا مع الناس كيقول لك سير جيب كاميه وجيب لي هز داك الشيء وحنا نخلصوا. اش بغا يخلصوا؟ ما عندهم ما يخلصوا، يجوا يحيدوا علينا هاد الشيء. دوينا عينا ما ندوم على الناس، حتى واحد ما كيتسوقنا كاع. انا كنجي في الربعات الليل الخمسة الصباح كيهود لي الحجر من هاد الدار هادي اللي تحت منها القهوه. وتا راه كلشي غادي يمشي، راه الحي ملي غادي يطيح هاد الدار راه الديور كلهم غادي يطيحوا. راه ماشي غير هاد الدار ولا القهوه، راه ملي غادي تهود هاد الدار غادي تهود على الديور كاملين. شو هاد الدرب كيداير متر ونص؟ الا بغيتي تدوز كدوز، تدوز مع الحيط، ما كاين كدير. الحجر كيهود من هاد الدار. كنهضروا مع مولات الدار كتقول لك ودي راه عييت، عييت من ندوي مع الناس المسؤولين ما داروا معانا. واش نديروا حنا نخو ديورنا؟ وقعدوا في خطر. وهادشي راه كثير اخويا. ها الزباله، ها دار بطيح، ها الزباله حاشا وجهك راه شتوها، ها الدار. والله هادي هاد الناس وبغا يقتلونا راه حنا غادي نموتوا. سوقوت معرضه في اي وقت، هاد الناس كاملين اللي في الدرب معرضين في اي وقت زعما الانهيار ديال هاد الدار على الناس كاملين، على الدراري الصغار. يعني بنادم كله هنايا معرض للخطر، جات في الدخله يعني الناس في اي وقت. اي واحد ممكن يكون دايز يقدر ينزل عليه الحيط، ينزل اي حاجه، فهمتي؟ اللي كيمشيو يسولوا على راسهم كيلقى، كاين اللي كيلقى راسه ما مقيدش كاع فهداك الاصلاح، فهمتي؟ ما مقيدش هو الدار عنده، راه اي سقوط، راه الناس كاملين مددين في هاد الدريبه كلهم.
ماشي غير هاد السيده ولا هذا ولا هذا، الناس كاملين مهددين بالسوق ديال ديورهم. والناس عاوتاني هذاك عندوش حق يبقى ساد المحل، هو اي السوق على الناس، فهمتي؟ خاصو يجي يحل المحل، ماشي حيت هو كان كاري وداكشي يبقى مستغل المحل باش لمصلحته هويا، والناس كلهم عارضين الخطر، فهمتي؟ الناس كلهم عارضين الخطر. هاد السيد هذا خاصو يجي يحل المحل باش مولات المحل تعرف شنو دير. هادشي اللي كاين بنادم، انا كنقول الكلمه الاخيره للمسؤولين، يشوفوا من حال هاد الناس ومن حال يعني كل شيء. شارع رباط كامل راه مهدد بالسقوط، ماشي غير هاد الدرب ولا هذا ولا الديور كاملين، اي لا السقوط. بنادم ما يمكنش يعيش هو خايف، بنادم راه ملي جات هاد الشتا كلشي الناس ولاو فايقين في الليل، كلشي ناضو فاقو، كيقول لك اودي الشتا كثيره وفاض الماء، وبنادم يعني ولا في حاله خطر. ما يمكنش بنادم غادي ينعس هو مرتاح وهو يا مهدد راسو. خويا الدار داير اير السقوط، راه ولينا خايفين على الناس وعلى الدراري الصغار. انا براسي ملي كنخرج معاهم في دارنا خصني تنطل نطيح عليا شي حجره، ومول الدار كدوي وتا واحد ما تصنط ليها، مشات المسؤولين مشات جرات ودوات ودوات، تا واحد ما تصنط ليها. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.